بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كل الانحاء، والطقس هيكون مائل للبروده صباحا، مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده كمان نشاط رياح على اغلب الانحاء، هتكون مثيره الرمال والاتربه على شمال الصعيد، ده مع وجود فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بعيد الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار طقس النهارده ايه، وخصوصا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وكمان كان في رياح بالامس واليوم مستمره وفي فرص امطار؟ بالفعل يمكن احنا بدايه من اليوم هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه بعد ارتفاع درجات الحراره اللي شفناه خلال الايام الماضيه، لان احنا اعتبارا من اليوم هنبدا نتاثر بشكل كبير بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي تساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 27 الى 28 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الربيعيه المائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء حاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ايضا الاجواء هتكون اجواء مائله للدفء ربيعيه تماما على سواحلنا الشماليه. يمكن درجات الحراره بتكون اقل من المعدل المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات. صحيح. اللي هنحس بالبرودة أكتر بقى خلال فترات الليل، أو هنحس بانخفاض درجات الحرارة الأكتر هيكون فترات الليل، لأن كمان درجات الحرارة خلال فترة الليل هتنخفض، هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى شمال الصعيد، اجواء معتدله على جنوب الصعيد خلال فترات الليل، وخاصه كمان في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان كمان هيستمر اليوم وجود نشاط نسبي للرياح، وطبعا مش هيكون زي اللي شهدناه بالامس، لان بالفعل بالامس كان في نشاط قوي للرياح، وكانت سرعات الرياح تجاوزت ال 40 وال 45 كيلو متر على الساعه في اغلب محافظات الجمهوريه، وكانت مثيره كمان للرمال والاتربه، لكن اليوم نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيكون فقط يخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره، وخاصة فترة الليل وساعات الليل المتأخر، مش هيكون بالشكل القوي، هيساعد على الإحساس فقط بالأجواء الربيعية. طب وتأثير هذا المنخفض مستمر معانا لحد إمتى؟ تأثيره مستمر معانا، يعني في انخفاض درجات الحرارة مستمر معانا لمنتصف الأسبوع على الأقل، يمكن يعني إحنا مع يوم الثلاث ويوم الأربع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 27 و29 درجة مئوية، فترات الليل يعني في النص الأول من الأسبوع ما بين ال 15 وال 16، النص الثاني ما بين ال 17 إلى ال 18 درجة مئوية، فعلى الأقل لمنتصف الأسبوع الأجواء هتكون أجواء ربيعية تماما، لكن تأثيره في الأمطار هيكون اليوم وغدا، لأن احنا في أمطار متوقعة اليوم، يمكن بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من الصباح أمطار على بعض المناطق من كفر الشيخ والإسكندرية، متوقع اليوم تكون أمطار خفيفة ممكن تزيد عن الخفيفة وتصبح متوسطة في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، ويمكن زي ما بنقول الآن في أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة، والعظمى 28 الصغرى 16، العاصمة الإدارية 28 17، الإسكندرية 23 16، العلمين الجديدة 23 15، مطروح 22 16، دمياط 26 18، بورسعيد 24 17، الإسماعيلية 29 18، السويس 28 17، العريش 24 16، كاترين 27 12، طابات 29 22، حلايب 30 20، شلاتين 32 20، شرم الشيخ 31 20، الغردقة 30 20، الفيوم 28 17، بني سويف 29 17، الوادي الجديد 35 21، أسيوط 30 17، سوهاج 32 18، قناة 33 19، الأقصر 34 19، وأخيرا أسوان 35 20.
في انخفاض ده ملحوظ في درجات الحراره يمكن درجتين او ثلاثه، ونتاكد معاكم ان احنا ما نخففش الملابس في الساعات المتاخره من الليل لان الجو هيكون مائل للبروده. هرجع مره ثانيه لشازلي وجمانه علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا.